الثوم المروع الحلقة عشر حجاب الأسرار والدة جميع عمليات اختطاف الكائنات الفضائية المقدمة الرحلة إلى الظلام في قلب مدينة ويت مانتينز حيث تعانق الغابات الكثيفة الطرق المتعرجة بإحساس من الغموض القديم قاد ديفيد ولورا ميلر سيارتهما عبر هواء المساء المنعش كانت العطله في كندا بمثابه فتره راحه مرحب بها من حياتهم المحمومه فقد قضى ديفيد ايامه في فرز البريد وامسيات لورا في تقديم المشوره للشباب المضطرب الان بينما كانوا يشقون طريق عودتهم الى المنزل عبر البريه الهادئه كانت عقولهم لا تزال مليئه بذكريات البحيرات الهادئه والليالي المرصعه بالنجوم وبينما كانت المصابيح الأمامية تخترق الظلام، انجرفت أفكار ديفيد نحو وهج غريب في السماء كان يلاحقه طوال الساعة الماضية. في البداية، رفض الأمر باعتباره خدعة ضوئية أو ربما طائرة بعيدة، لكنه لم يستطع التخلص من الشعور بأن هناك شيئا غريبا بشأنها. لاحظت لورا، التي كانت تجلس بجانبه، ذلك أيضا. وازداد فضولها عندما داروا حول منعطف آخر وبدأ أن التوهج يتحرك معهم أعتقد أن الأمر يقترب تمتمت تمت لورا وكان صوتها مشوبا بمزيج من الإثارة والقلق عقد ديفيد حاجبه وضبط قبضته على عجلة القيادة نعم يبدو أنها تواكبنا ربما تكون مجرد طائرة هليكوبتر من قاعدة قريبة لكن لم يستطع أي منهما أن يتجاهل الطريقة التي بدأ بها الضوء يحوم، بشكل هزلي تقريبا، بعيدا عن متناول فهمهما. امتد الطريق أمامنا إلى شريط طويل من الأسفلت، تحده أشجار الصنوبر الشاهقة التي تهمس بأسرار الأزمنة المنسية. مرت دقائق، كل دقيقة تميزت بحضور الضوء المستمر. بدا ديفيد يشعر بعقده من التوتر في امعائه وهي غريزه بدائيه تحذره من شيء خارج عن ارادتهم انحنت لورا التي كانت دائما صاحبه الروح الاكثر ميلا الى المغامره الى الامام قليلا وركزت نظرها على اللغز المضيء ديفيد انظر انها ليست مروحيه صرخت بصوت يرتجف بمزيج من الاثاره والخوف لقد تابع نظراتها، وتسارع قلبه عندما رأى الضوء ينحدر فجأة نحوهم، ويغمر الطريق بتوهج من عالم آخر. بدا الهواء من حولهم وكأنه يطقطق بطاقة غير مرئية، وقبضت يدي ديفيد على عجلة القيادة عندما أوقف السيارة. جلسوا في صمت مذهول، وأعينهم مغلقة على المركبة الهائلة الصامتة التي كانت تحوم فوق قمم الأشجار. ماذا؟ ما هذا؟ تنفس ديفيد وكان صوته بالكاد أعلى من الهمس مدت لورا يدها بشكل غريزي وأصابعها وجدت أصابعه في الظلام لا أعلم لكن علينا أن نبقى هادئين لم تكن المركبة تشبه أي شيء رأوه من قبل فهي ناعمة ومعدنية وبها نتوءات وأضواء غريبة تنبض بهدوء بدا أن الوقت قد توقف بينما كانوا يشاهدون مفتونين ولكن مرعوبين من المنظر السريالي الذي أمامهم فجأة غمرت موجة من الدوخة ديفيد وشعر بأن محيطه غير واضح شددت قبضة لورا على يده حيث شعر كلاهما بإحساس عميق بالارتباك آخر شيء يتذكره ديفيد قبل أن يجتاحه الظلام هو صمت الغابة المخيف والإحساس بالارتفاع وانعدام الوزن إلى المجهول. ومرت ساعات، أو ربما مجرد لحظات، إذ فقد الوقت كل معنى. عندما استعاد ديفيد وعيه، وجد نفسه ملقى على عجلة قيادة السيارة، وكانت لورا بجانبه مشوشة بنفس القدر. كان وهج الفجر قد بدأ للتو يتسلل عبر الأشجار، ملقيا بظلاله الطويلة على الطريق. نحن، كيف وصلنا إلى هنا؟ همست لورا، وصوتها يرتجف من الارتباك. رمش ديفيد وهو يحاول مسح رأسه. كانت ساعته قد توقفت عند الساعة الثانية وأربع دقائق صباحا، وكانت عقاربه متجمدة في الوقت المناسب. اجتاحه الذعر عندما أدرك أنهم الآن على بعد 35 ميلا من المكان الذي يتذكرونه آخر مرة لقد أضعنا الوقت تمتم وعقله يتصارع لفهم ما حدث لقد فقدنا عدة ساعات اتسعت عيون لورا بالخوف والانبهار ديفيد هل تعتقد؟ هل تعتقد أنهم أخذونا؟ كافح ديفيد للعثور على الكلمات وكانت افكاره مزيجا من الخوف وعدم التصديق لا اعرف يا لورا ولكن ايا كان ذلك فهو لم يكن طبيعيا جلسوا في صمت وثقل التجربه يخيم عليهم مثل ضباب كثيف رحلتهم الى المنزل التي كانت ذات يوم طريقا مالوفا عبر الجبال الهادئه أصبحت الآن محفوفة بالمخاطر غير المرئية والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها لم يعلموا سوى أن لقاءهم كان مجرد البداية تموج في نسيج حياتهم من شأنه أن يكشف أسرارا مدفونة في أعماق أروقة السلطة ويقودهم إلى طريق الاكتشاف والمخاطر التي لم يكن من الممكن أن يتخيلوها أبدا بينما كانت أشعة الشمس الأولى تغمر المشهد باللون الذهبي كان ديفيد ولورا ميلر يحدقان في بعضهما البعض وتشابكت أيديهما وكان المجهول يطارد عقولهما الرحلة التي انطلقوا فيها في تلك الليلة المشؤومة ستغير مسار حياتهم إلى الأبد وتدفعهم إلى عالم تتلاشى فيه الحقيقة والخداع وحيث يمتد حجاب الأسرار إلى ما هو أبعد من متناول النجوم وكانت مغامرتهم قد بدأت للتو الفصل الأول، الرحلة تبدأ. همست الريف عبر أشجار الصنوبر، بينما كان ديفيد ميلر يناور بسيارته على طول الطرق المتعرجة في ويت مانتينز. بجانبه، أطلت لورا ميلر في الظلام، وكان وجهها مضاء بشكل متقطع بالمصابيح الأمامية للمركبات القادمة. كان آل ميلرز أبعدوا للتو من إجازة مدتها أسبوع في كندا. بحثا عن العزاء في المناظر الطبيعيه الهادئه بعد سنه عمل مرهقه بشكل خاص ديفيد وهو رجل شجاع يتمتع بسلوك دقيق اكتسبه من سنوات عمله في البريد امسك بعجله القياده باحساس من التصميم المركز كان عقله مشغولا عاده بافكار حول طرق البريد وحالات التقاعد القادمه وقد تجول الآن في حالة من القلق الهادئ الذي استقر في صدره منذ أن عبروا الحدود عائدين إلى يونايتد ستاتس. شعرت لورا، النحيلة والمدروسة ذات الطبيعة الطيبة التي جعلتها عاملة اجتماعية محترمة، بعدم ارتياح زوجها. كانت تنظر إليه من وقت لآخر، وقد عقد القلق حاجبيها. لكنها كانت تعرف أنه من الأفضل أن تزعج أفكاره أثناء عودتهما إلى المنزل. وبينما كانوا يصعدون منحدرا شديد الانحدار، ألقت عينا ديفيد لمحة من شيء غريب في مرآة الرؤية الخلفية، ضوء خافت نابض بدا وكأنه يرقص بين النجوم في سماء الليل. لقد جعد جبينه، وضبط قبضته على عجلة القيادة بينما انحنى إلى الأمام قليلا. لورا بدأ مترددا وكسر صوته الصمت المريح بينهما هل ترين ذلك؟ تابعت لورا نظرته واتسعت عيناها لأنها رصدت الضوء الغريب أيضا كان يحوم على مسافة ويلقي توهجا غريبا على قماش الليل الأسود للحظة لم يتكلم أي منهما متأثرا بالحضور الذي لا يمكن تفسيره والذي بدا أنه يتبع كل منعطف ماذا؟ ما رأيك؟ همست لورا أخيرا وكان صوتها بالكاد مسموعا بسبب طنين المحرك تردد ديفيد وكان عقله يتسابق مع الاحتمالات لا أعرف اعترف بهدوء وقد شددت قبضته على عجلة القيادة بشكل لا إرادي يمكن أن يكون، قد يكون لا شيء، ربما مجرد إنعكاس، ولكن حتى أثناء حديثه، بدأ أن الضوء يقترب منهم، وينحدر ببطء نحوهم برشاقة مخيفة أرسلت قشعريرة إلى أسفل العمود الفقري لديفيد، كان عقله العقلاني يتصارع مع شعور متزايد بالرهبة وغريزة بدائية تحذره من مخاطر غير مرئية تكمن خارج نطاق فهمه. وبنفس ثابت، قام ديفيد بتحريك السيارة إلى جانب الطريق، وكان قلبه ينبض بقوة في صدره عندما أوقف المحرك وأطفأ المصابيح الأمامية. أحاط بهم الليل في ظلام ملموس تقريبا، لم يكسره سوى التوهج الناعم للضوء الغامض الذي يحوم فوقهم مباشرة. مدت لورا يدها، ووجدت يد ديفيد في الظلام. وقدمت طمأنينة صامتة كانت تتحدث بمجلدات أكثر مما يمكن للكلمات أن تفعله. جلسوا في صمت متوتر، يراقبون الضوء ينبض بشكل إيقاعي، ويلقي بظلال أثيرية على الجزء الداخلي من سيارتهم. امتدت الدقائق إلى الأبد بينما ظلوا مذهولين. وزادت حواسهم بمزيج من الخوف والفضول الذي احكم قبضتهم عليه ابتلع ديفيد لعابه بشده وجف حلقه وهو يكافح من اجل العثور على تفسير منطقي لما كان امامهم وفجاه تحطم الصمت بسبب طنين منخفض بدا وكانه يتردد صداه في اعماق عظامهم شهقت لورا وتشددت أصابعها حول أصابع ديفيد بينما غمرت موجة من الأدرينالين عروقها. ،اشتد الضوء لفترة وجيزة، وأغرقهم في تألق أعمى ترك بقع تتراقص أمام أعينهم. وبعد ذلك، بالسرعة التي ظهر بها، بدأ الضوء في الصعود متراجعا إلى الامتداد الشاسع لسماء الليل حتى اختفى عن الأنظار تماما. أطبق الظلام من حولهم مرة أخرى تاركا ديفيد ولورا يجلسان في صمت مذهول بينما كان يحاولان فهم اللقاء الذي لا يمكن تفسيره ديفيد همست لورا أخيرا صوتها بالكاد يسمع في السكون الذي يحيط بهم ماذا؟ ما هذا؟ هز ديفيد رأسه ببطء وكان عقله يتسارع لفهم حقيقة ما شهدوه للتو أنا لا أعرف. اعترف بهدوء، وكان صوته ممزوجا بمزيج من الرهبة والقلق. ولكن مهما كان الأمر، فهو لم يكن مثل أي شيء رأيته من قبل. جلسوا في الصمت الذي أعقب ذلك، وكل منهم غارق في أفكاره الخاصة عندما استقر ثقل اللقاء عليهم. امتد الطريق أمامهم. متعرجا عبر الجبال مثل شريط من عدم اليقين يقودهم إلى المجهول. مع نفس عميق، أدار ديفيد المحرك مرة أخرى، وعادت السيارة إلى الحياة من تحتهما. نظر إلى لورا، وكانت عيناه تعكسان مزيجا من التصميم والخوف. دعونا، دعونا نعود إلى المنزل، قال أخيرا. وصوته ثابت على الرغم من آثار الخوف المتبقية التي ترددت في كلماته أومأت لورا بصمت وثبتت نظرتها على الطريق أمامها بينما استأنفوا رحلتهم ستبقى أحداث تلك الليلة في ذاكرتهم وهي علامة لا تمحى على حياتهم من شأنها أن تدفعهم إلى عالم من الأسرار والاكتشافات التي لم يكن من الممكن أن يتخيلوها أبداً وبينما كانوا ينزلون الى عمق الجبال تهمس الريح عبر اشجار الصنوبر مره اخرى حامله معها شعورا بالهلع الذي سيطاردهم لفتره طويله بعد وصولهم الى منزلهم الامن لم يعلموا سوى ان رحلتهم كانت في البدايه فقط الفصل الثاني اللقاء كان هواء الليل منعشا وساكنا بينما كان ديفيد ولورا ميلر يقفان بجانب سيارتهما يحدقان في لوحه النجوم الواسعه الممتده عبر السماء المظلمه لقد تركهم اللقاء مع الضوء الغامض في حاله من عدم الاستقرار حيث تتصارع عقولهم مع الاثار المترتبه على ما شهدوه كان ديفيد يسير بعصبيه وعيناه تفحصان الافق كما لو كان يتوقع عوده الضوء في اي لحظه وقفت لورا بالقرب منها وذراعاها ملفوفة حول نفسها من أجل الراحة ونظرتها مثبتة على المكان الذي كان الضوء يحوم فيه قبل دقائق فقط لا أستطيع أن أصدق ذلك تمتمت لورا صوتها بالكاد مسموع في الصمت الذي أحاط بهم هل تعتقد؟ هل تعتقد أنها كانت نوعا من؟ مركبة فضائية تردد ديفيد وكان عقله يتسابق مع افكار ومشاعر متضاربه انا لا اعرف ماذا افكر اعترف اخيرا وقد كان صوته ممزوجا بمزيج من الخوف والرهبه ولكن مهما كان الامر فهو لم يكن مثل اي شيء رايته من قبل كما لو كان ذلك اشاره اجتاح البرد المفاجئ الهواء مما تسبب في ارتعاشهما بشكل لا ارادي نظر ديفيد إلى ساعته كعادته، ليجد أنها توقفت عند الساعة العاشرة وثلاث دقائق مساءً بالضبط، وهي اللحظة المحددة التي نزل فيها الضوء عليهم. نحن بحاجة، نحن بحاجة إلى معرفة ما حدث، قال ديفيد بهدوء، ولهجته ثابتة على الرغم من عدم اليقين الذي ينخر في داخله. لا يمكننا فقط تجاهل هذا. أومأت لورا برأسها ببطء وعيناها مثبتتان على الطريق المظلم أمامها ولكن كيف نبدأ في شرحه؟ ما رأيناه؟ سألت بهدوء وصوتها يرتجف بمزيج من الفضول والخوف قبل أن يتمكن ديفيد من الرد لفت انتباههم صوت إيقاعي خافت همهمة منخفضة ومدوية بدأ أنها تنبعث من أعماق الغابة التي تصطف على جانب الطريق أصبح الهواء ثقيلا بالترقب بينما كانوا يتبادلون النظرات العصبية وازدادت حواسهم بسبب الجو الغريب الذي أحاط بهم وبعد ذلك كما لو كان يتجسد من فراغ ظهر مركبة كبيرة صامتة تحوم فوق قمم الأشجار مباشرة مغمورة في وهج عالم آخر أرسل الرعاشات إلى أسفل عمودها الفقري شعر ديفيد بعقده في معدته بينما كان يكافح من اجل فهم ضخامه ما يكمن امامهم لم تكن المركبه تشبه اي شيء راوه من قبل اسطح معدنيه ناعمه تلمع في ضوء القمر دون اي طبقات او نوافذ يمكن تمييزها كان يحوم دون عناء معلقا في الهواء كما لو كان يتحدى قوانين الجاذبيه نفسها انقطعت أنفاس ديفيد في حلقه وهو يستوعب ضخامه اللحظه وكان عقله يتسابق لايجاد تفسير منطقي لما لا يمكن تفسيره وقفت لورا ثابته في المكان وعيناها متسعتان بمزيج من الخوف والانبهار مدت يدها ووجدت يد ديفيد في لفتة تضامن صامتة بينما كانوا يشاهدون في رهبة اصبح صوت الطنين اعلى وملء الليل بإحساس من الترقب بدا وكأنه ينبض في الوقت المناسب مع قلوبهم المتسارعة وبعد ذلك وبدون سابق إنذار بدأت فتحة على الجانب السفلي من المركبة تنفتح ببطء لتكشف عن ضوء ناعم نابض يتسرب إلى الظلام بالأسفل شعر ديفيد بتدفق الأدرينالين في عروقه وهو يستعد لما سيأتي بعد ذلك ظهرت شخصيات من أعماق الحرفة كائنات طويلة ونحيلة ذات أطراف ممدودة وعيون كبيرة على شكل لوز تتلألأ بذكاء من عالم آخر لقد تحركوا برشاقة سلسة وكانت حركاتهم أثيرية تقريبا أثناء نزولهم نحو الأرض بالأسفل شهقت لورا وشددت قبضتها على يد ديفيد لا إراديا عندما رأت المنظر أمامها اقتربت الكائنات ببطء وكانت أنظارهم مثبتة على آل ميلرز بقوة أرسلت شعريرة إلى أسفل عمودهم الفقري شعر ديفيد بمزيج من الخوف والعجب وهو يكافح من أجل فهم طبيعة زواره مد أحد الكائنات يده نحوهم وكانت أصابعه ممدودة ورقيقة تردد ديفيد للحظة غير متأكد مما يجب فعله قبل أن يمد يده بحذر ليقابل هذه الإيماءة. كانت لمسة الكائن لطيفة بشكل مدهش، وكان جلده باردا عند اللمس عندما لامس كف ديفيد. وبعد ذلك، في اندفاع من الصور والأحاسيس، غمرت الذكريات عقل ديفيد، لمحات مجزأة من فحوصات أجريت في محيط معقم، من أسئلة استقصائية تم طرحها بدون كلمات. من إحساس بالفضول العميق الممزوج بإحساس غريب بالألفة تراجعت لورا إلى الخلف قليلا وقد غمرها تدفق المشاعر الذي هدد بابتلاعها كان بإمكانها أن تشعر بوجود الكائنات في عقلها وأفكارهم ونواياهم مكشوفة بطريقة تتجاوز اللغة أو الفهم بدا أن اللقاء قد امتد إلى الأبد لكنه مر في غمضة عين بالسرعة التي بدأ بها الأمر، تراجعت الكائنات مرة أخرى إلى المركبة، وأغلقت الفتحة بهسهسة ناعمة ترددت صداه طوال الليل. وحلقت المركبة للحظة أطول، كما لو كانت تودعهم، قبل أن تصعد بسرعة إلى السماء وتختفي عن الأنظار. وقف ديفيد ولورا في صمت مذهول، وكانت عقولهما تكافح لاستيعاب فداحة ما مروا به للتو. بدأ الليل وكأنه يقترب من حولهم مرة أخرى، تاركا إياهم واقفين بمفردهم على امتداد الطريق المقفر، وتغير عالمهم إلى الأبد بسبب المواجهة مع المجهول. نحن، نحتاج أن نخبر أحدا، قالت لورا أخيرا، وصوتها يرتجف عندما كسرت حاجز الصمت الذي ساد بينهما. أومأ ديفيد برأسه ببطء. وتسارعت أفكاره وهو يفكر في خطواتهم التالية. ولكن من سيصدقنا؟ سأل بهدوء، وعيناه مثبتتان على المكان الذي اختفت فيه المركبة في سماء الليل. علينا أن نحاول، أصرت لورا بنبرة حازمة على الرغم من عدم اليقين المستمر الذي ينخر في دواخلها. لا يمكننا أن نحتفظ بهذا لأنفسنا. وبتصميم مشترك. عادوا إلى سيارتهم وواصلوا رحلتهم إلى المنزل وعقولهم مليئة بالأسئلة وقلوبهم مثقلة بثقل الأسرار التي يحملونها الآن امتد الطريق أمامهم متعرجا عبر الجبال مثل شريط من عدم اليقين يقودهم إلى عمق أكبر في قلب لغز يتحدى التفسير لم يعلموا أن لقاءهم كان سوى البداية مقدمة لرحلة ستأخذهم إلى ما وراء حدود فهمهم، وإلى عالم تتشابك فيه الحقيقة والخداع بطرق لم يكن من الممكن أن يتخيلوها أبدا. الفصل ثلاث الوقت المفقود كان وهج ساعة لوحة القيادة يشير إلى الساعة الحادية عشر وسبع وأربعون دقيقة مساء بينما كان ديفيد ميلر يرشد سيارتهم على طول الطريق الجبلي المتعرج لقد تركت أحداث المساء توترا واضحا بينه وبين لورا حيث كانت عقولهم تتصارع مع اللقاء الذي لا يمكن تفسيره والذي شهدوه للتو كان الصمت المخيف داخل السيارة يعكس الهدوء المضطرب للغابة المحيطة والذي لا يكسره سوى حفيف أوراق الشجر بين الحين والآخر في نسيم الليل ألقى ديفيد نظرة خاطفة على لورا بجانبه وكان مظهرها الجانبي مضاء بشكل خافت بواسطة أضواء لوحة القيادة الخافتة كان جبينها مجعدا في تفكير عميق وزمت شفتيها وهي تحدق في الظلام الذي يلفها كان يتوق إلى التواصل معها ليقدم لها الراحة والطمأنينة لكن ثقل القلق المشترك أبقاه صامتا وبينما كانوا يدورون حول منعطف في الطريق اجتاح ديفيد احساس غريب ارتباك مفاجئ كما لو ان نسيج الواقع ذاته قد تغير من حولهم هز راسه محاولا ازاله الضباب الذي بدا انه يستقر في ذهنه نظر الى الساعه مره اخرى وادرك بصدمه ان ما يقرب من ساعتين قد مرت منذ ان اكتشفوا لاول مره الضوء الغامض في السماء نورا تمتم تم وصوته مشوب بعدم اليقين كيف كم من الوقت كنا نقود السياره التفتت لورا اليه وكان تعبيرها يعكس ارتباكه انا لست متاكده اعترفت وصوتها بالكاد اعلى من الهمس نظرت الى ساعتها وقد اتسعت عيناها بعدم تصديق ديفيد لقد اقترب منتصف الليل كيف أضعنا ساعتين؟ تصارع قلب داود واشتدت عقدة الخوف في صدره أجاب لا أعرف وقد كان صوته مليئا بالإحباط لا أتذكر لا أتذكر أي شيء بعد أن رأينا النور بحثت عيون لورا في وجهه وكان عقلها يتسابق بآلاف الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها هل تعتقد؟ هل تعتقد أن شيئا ما حدث لنا؟ سألت بتردد، وصوتها يكشف عن الخوف الذي ينخرها. تردد ديفيد، وتسارعت أفكاره لفهم الوقت الضائع. لا أعرف، اعترف أخيرا، وكان صوته بالكاد مسموعا بسبب طنين المحرك. لكن، ولكن هناك شيء ليس على ما يرام. استمروا في صمت مضطرب. والطريق يمتد أمامهم إلى ما لا نهاية وهم يحاولون تجميع أجزاء ذكرياتهم المجزأة أعاد عقل ديفيد عرض مقتطفات من الصور ضوء مبهر وإحساس بانعدام الوزن وطنين عميق ومقلق بدا وكأنه يتردد صداه في قلبه فجأة شهقت لورا وطارت يدها إلى فمها بينما اندفع طوفان من الذكريات إلى السطح ديفيد همست بإلحاح وقد اتسعت عيناها بخوف انا اعتقد انني اتذكر شيئا ما التفت اليها ديفيد وكان قلبه يتسارع ترقبا ما هذا حث صوته مشوب بمزيج من الامل والرهبه انا اتذكر انني تم رفعي كافحت لورا للعثور على الكلمات وكان صوتها يرتجف من ثقل تذكرها كان هناك كائنات كانوا كانوا يفحصوننا انقطعت انفاس ديفيد في حلقه وكان عقله يترنح من مضامين كلماتها ماذا ماذا تقصد تمكن من الاختناق وكان صوته بالكاد مسموعا في صمت السياره القمعي أغمضت لورا عينيها وكان وجهها ملتويا من الألم وهي تكافح من أجل التعبير عن التجربة الغامضة التي حفرت نفسها في ذاكرتها إنهم لم يكونوا بشرا همست أخيرا وكان صوتها بالكاد مسموعا بسبب تدفق الدم في أذني ديفيد لقد كانت لديهم عيون كبيرة واو وكانوا كانوا شديدي البرودة مد ديفيد يدها إليها ووجدت يده يدها في الظلام وهو يسعى إلى منحها القوة التي يحتاجها كلاهما بشدة لورا تمتم بهدوء وصوته مليء بالعاطفة نحن نحتاج إلى معرفة ما حدث لنا أومأت برأسها بصمت وشددت قبضتها حول يده بينما واصلوا رحلتهم خلال الليل الصامت كان ثقل تجربتهما المشتركة معلقا ثقيلا بينهما، شبحا صامتا يطارد كل ميل يقطعانه. ومع اقترابهم أخيرا من ضواحي مسقط رأسهم، بدأت أشعة الفجر الخافتة الأولى ترسم الأفق بألوان الوردي والذهبي. تراجعت ظلال الليل على مضض، مفسحة المجال لضوء يوم جديد مؤقت. يوم وعد بكشف الألغاز التي أوقعتهم في شرك شبكته ولكن في أعماق قلوبهم كان ديفيد ولورا يعلمان أن مواجهتهما مع المجهول لم تنتهي بعد لقد تركت الساعات المفقودة علامة لا تمحى على حياتهم ووضعتهم على طريق من شأنه أن يقودهم إلى متاهة أعمق من الأسرار والاكتشافات التي لم يكن من الممكن أن يتخيلوها أبداً عندما توقفوا في طريقهم وأوقفوا المحرك، كان الصمت الذي سيطر عليهم محملاً بأسئلة ومخاوف غير معلنة. تبادلوا نظرة مهيبة، وتمر بينهم تعهد صامت، تعهد بالكشف عن الحقيقة، مهما كان الثمن. كانت رحلتهم قد بدأت للتو، وكان الطريق أمامهم يمتد إلى ما لا نهاية نحو مستقبل غامض محفوف بالمخاطر والوعود. الفصل الرابع كشف الذكريات. يقع منزل ميلرز الجذاب في نيو هامبشاير بين الأشجار. ويتناقض شكله الخارجي المريح مع التوتر الذي استقر داخل جدرانه منذ تلك الليلة المصيرية في الجبال البيضاء. عاد ديفيد ولورا إلى حياتهما الروتينية بما يشبه الحياة الطبيعية. ولكن تحت السطح، استمر تيار خفي من عدم الارتياح. جلس ديفيد على طاولة المطبخ، وقد عقد حاجبيه في التركيز وهو يقلب البريد، الذي كان عبارة عن كومة من الأظرف التي بدت وكأنها تسخر من الحياة الطبيعية الدنيوية لحياتهم، تحركت لورا في المطبخ بكفاءة، وكانت حركاتها تكشف عن القلق الهادئ الذي تجذر في قلبها، كان الصمت ثقيلا بينهما ولا يتخلله سوى طنين الثلاجة الناعم وحفيف الورق بين الحين والآخر لقد تجنبوا نظرات بعضهم البعض وكل منهم ضائع في أفكاره الخاصة بينما كانوا يكافحون من أجل التوفيق بين ما لا يمكن تفسيره والعالم المألوف الذي يعرفونه كانت لورا هي التي كسرت حاجز الصمت وكان صوتها مترددا ولكنه حازم عندما اقتربت من ديفيد باحساس بالالحاح كان يتراكم بداخلها منذ ليله لقائهما ديفيد بدات بهدوء وعينيها تبحثان في وجهه عن اي علامه فهم لا يمكننا ان نستمر في تجاهل هذا علينا ان علينا ان نتحدث عما حدث نظر ديفيد من بين كومه الرسائل وكان تعبيره مزيجا من الخوف والتردد كان يعلم أن لورا كانت على حق وأنهم لا يستطيعون الاستمرار في دفن مخاوفهم تحت واجهة الحياة الطبيعية لكن ذكريات تلك الليلة ما زالت عالقة كالظل على حياتهم وتلقي بظلال من الشك على كل ما ظنوا أنهم يعرفونه أعلم أجاب ديفيد بهدوء وهو يضع البريد جانبا وهو يتنهد لكن لا أعرف حتى من أين أبدأ الأمر كله سرياني أومأت لورا برأسها وضيق حلقها من العاطفة عندما سحبت كرسيا مقابل ديفيد وكانت يداها ترتجفان قليلا عندما وصلت إليه لقد كانت أعاني من الكوابيس اعترفت بصوت هامس صوتها لا يكاد يفوق التنفس أحلام حية عن ذلك الضوء عن شيء يحدث لنا شددت قبضة ديفيد حول يد لورا وغمرت موجة من الحماية حوسه وهو يستمع إلى اعترافها لقد رأى النظرة المسكونة في عينيها وشعر بالرعشة في لمستها أثناء الليالي التي قضاها مستيقظين في الظلام يتصارعان مع شظايا الذكريات التي رفضت الاندماج في شيء ملموس لقد كنت أشعر بالأشياء أيضاً. اعترف ديفيد بتردد، وصوته يتشنج في حلقه. ومضات من، التواجد في مكان آخر. ذكريات ليست ذكريات تماماً. اتسعت عينا لورا اعترافا بذلك، وظهر وميض من الأمل يمتزج بالخوف الذي حفر خطوط القلق على وجهها. هل تعتقد، هل تعتقد أننا قد أخذنا. تردد ديفيد، وكان عقله يتسق مع عواقب مثل هذا الإحتمال. لقد كان يفتخر دائما بعقلانيته، وقدرته على إيجاد تفسيرات منطقية حتى لأكثر الظواهر التي لا يمكن تفسيرها. ولكن الآن، في مواجهة الحقيقة التي لا يمكن إنكارها المتمثلة في تجربتهم المشتركة. وجد نفسه متمسكا بإجابات استعصت على قبضته. لا أعرف، اعترف أخيرا، وكان صوته بالكاد مسموعا في هدوء المطبخ،، لكن، نحن بحاجة لمعرفة ذلك، من أجل راحة البال، إذا لم يكن هناك شيء آخر، أومأت لورا برأسها ببطء. وكانت نظراتها ثابتة عندما التقت بعين ديفيد بتصميم يتناقض مع عدم يقينها هناك هناك شخص قرأت عنها بدأت مترددة وصوتها يكتسب قوة مع كل كلمة عالم نفسي متخصص في في التنويم المغناطيسي ربما ربما يمكنه مساعدتنا على التذكر فكر ديفيد في كلماتها ووازن بين المخاطر والمكافآت المحتملة للتعمق أكثر في الذكريات التي طاردتهما. كان يعلم أن التنويم المغناطيسي أمر مثير للجدل، وأنه يمكن أن يكشف عن الصدمات المدفونة بنفس السهولة التي يمكن أن يفتح بها الحقائق المنسية. لكنه كان يعلم أيضا أنهم لا يستطيعون الاستمرار في العيش في طي النسيان. عالقين بين شظايا تجربتهم المشتركة وشكوكهم المؤكدة. حسنا، قال أخيرا، وصوته ثابت على الرغم من الاضطراب الذي يعصف بداخله. حسنا، دعونا، دعونا نجد هذا الطبيب النفسي. دعونا نرى ما يمكنه فعله. الفصل الخامس: الكشف المنومة. في مكتب الطبيب النفسي، توجد غرفة متواضعة مليئة بالإضاءة الهادئة والطنين الهادئ لآلة الضوضاء البيضاء. يجلس الدكتور رينولدز مقابل ديفيد ولورا ميلر، اللذين يستلقيان بشكل مريح على الكراسي الفخمة. الجو مشحون بالترقب ولمحة من الخوف بينما يستعدون للتعمق في أعماق عقلهم الباطن. عدل الدكتور رينولدز نظارته. وتنقل نظره بين ديفيد ولورا بمزيج من الفضول والتحفظ المهني. حسنا، لنبدأ، قال بصوت هادئ ومطمئن. تبادل ديفيد ولورا نظرة سريعة، وتشابكت أيديهما بحثا عن العزاء في حضور بعضهما البعض. ارتعشت أصابع لورا بعصبية، كاشفة عن اضطرابها الداخلي، بينما كانت تعابير ديفيد رواقية. تخفي قلقه تحت قشرة من الإصرار. الآن، أريد منكما أن تسترخيا قدر الإمكان، تابع الدكتور رينولدز، وصوته يهدئهما إلى حالة من الهدوء. أغمض عينيك إذا كنت ترغب في ذلك. خذ نفسا عميقا، ثم قم بالزفير ببطء. لقد امتثلوا، وتزامن تنفسهم في الغرفة الهادئة. بدا الحث على التنويم بتوجيهات لطيفه من الدكتور رينولدز لتوجيههم الى حاله من الوعي والتقبل المتزايد ديفيد اريدك ان تركز على ليله مقابلتك قال الدكتور رينولدز بصوت هادئ تخيل المشهد ماذا ترى تجعد جبين ديفيد قليلا وهو يتذكر احداث تلك الليله المشؤومه كنا نسير عبر الجبال بدا ببطء وصوته بعيد ولكن واضح كان الظلام وبدا الطريق بلا نهايه ثم راينا نور شددت قبضه لورا لا اراديا وشعرت بقشعريره تسري في جسدها كان بامكانها ان تشعر بالذكريات وهي تتسلل الى حواف وعيها بعيده المنال ولكنها حيه في حدتها كان الضوء ساطعا، همست لورا، بالكاد كان صوتها مسموعا. لقد كان فوقنا، يتبعنا. شعرت، بالفضول، وليس بالخوف. أومأ الدكتور رينولدز برأسه مشجعا، ووضع قلمه فوق دفتر ملاحظات، جاهزا لتسجيل كلماتهم. ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد، أوقفنا السيارة. واصل ديفيد صوته بعيدا كما لو أنه عاد إلى تلك اللحظة. الضوء نزل نحونا ويحوم فوق الأشجار. أتذكر أنني شعرت بالتجمد وعدم القدرة على الحركة. تسارعت أنفاس لورا، وصدرها يرتفع وينخفض مع كل ذكرى. اعترفت بهدوء. أردت أن أهرب، لكنني لم أستطع. لقد كنت ، فتن ، أومأ الدكتور رينولدز برأسه، وكان اهتمامه الشديد واضحا، وثم ، تردد ديفيد، وهو يتصارع مع الذكريات المجزأة التي ظهرت من أعماق عقله الباطن. كانت هناك شخصيات، كائنات، تمتم وصوته يرتجف قليلا. لقد ، اقتربوا منا. كانت عينا لورا ترفرفتان تحت الجفون المغلقة وكان عقلها يعيد عرض الصور السريالية المحفورة في ذاكرتها همست وصوتها يرتجف بمزيج من الخوف والتعجب إنهم لم يكونوا مثلنا أعينهم كانت ثاقبة أومأ الدكتور رينولدز برأسه مدروسا وقام بتدوين كل التفاصيل ماذا فعلوا؟ لقد أخذونا! اختنق ديفيد وصوته مليء بالعاطفة. لقد تم رفعنا إلى المركبة. تقطعت أنفاس لورا، والدموع تنهمر في عينيها المغلقتين. في الداخل، كان الجو باردا، تمكنت من القول بصوت بالكاد يهمس. كانت هناك أضواء في كل مكان. شعر الدكتور رينولدز بضيقهم وتعاطفه يوجه الجلسة بدقة متناهية خذ وقتك شجعه بلطف أنت آمن هنا ببطء تكشفت الذكريات مثل نسيج من اللقاءات الغريبة والفحوصات التي لا يمكن تفسيرها روى ديفيد ولورا تعرضهما لأدوات غريبة حيث تم فحص أجسادهما وتدقيقها من قبل كيانات ظلت دوافعها بعيدة المنال ولكنها حقيقية بشكل واضح لقد شعرنا بالانفصال اعترفت لورا وكان صوتها يرتجف بمزيج من الارتياح والفزع المستمر كما لو كما لو أننا لم نكن مسيطرين أومأ ديفيد برأسه موافقا بصمت وكانت ملامحه محفورة تحت وطأة المحنة المشتركة بينهما تمتم بصوت أجوف مستسلما كان الأمر كما لو كانوا يدرسوننا مثل كما لو كنا عينات واصل الدكتور رينولدز توجيههم عبر النسيج المعقد لذكرياتهم وكشف خيوط عقلهم الباطن مع كل سؤال استقصائي وطمأنينة لطيفة امتدت الجلسة لساعات وكانت الغرفة محاطة بشرنقة من الضعف المشترك والتفاهم غير المعلن ومع اختفاء النشوة المنومة تدريجيا خرج ديفيد ولورا من أعماق عقلهما الباطن بوضوح جديد مشوب بالخوف المستمر تبادل النظرات المرهقة ولكن العارفة وتعززت الرابطة بينهما من خلال الرحلة المروعة إلى المجهول وضع الدكتور رينولدز دفتر ملاحظاته جانبا، وكان تعبيره مزيجا من الانفصال المهني والرهبة الخافتة. شكرا لكما على حد سواء، قال بصدق. لقد أحرزت تقدما ملحوظا اليوم. أومأ ديفيد برأسه بامتنان، ورفع ثقل عن كتفيه وهو يضغط على يد لورا في تضامن صامت. تمتم بهدوء. وعيناه مثبتتان على الأفق البعيد لمستقبلهما الغامض. كنا بحاجة إلى أن نعرف. انحنت لورا إلى حضن ديفيد، وكان قلبها مثقلا ولكنه مزدهر بشكل غريب بالتحقق من صحة الحقيقة المشتركة بينهما. همست بصوتها المشوب بأمل هش ولد من أعماق اكتشافاتهم المنومة. الآن يمكننا مواجهة ما سيأتي بعد ذلك. وعندما غادروا مكتب الدكتور رينولدز، بقيت أصداء اكتشافاتهم المنومة في الهواء مثل لحن مؤرق، وهي شهادة على مرونة الروح الإنسانية في مواجهة الغاز لا يمكن تفسيرها وعوالم وجود مجهولة. الفصل السادس خطوات الحكومة لقد لفتت العاصفة الإعلامية التي أحاطت بلقاء ديفيد ولورا ميلر المزعوم ، مع كائنات خارج كوكب الأرض ، انتباه أعلى المستويات في الحكومة. في غرفة اجتماعات ذات إضاءة خافتة مدفونة في أعماق مبنى حكومي عادي ، جلس العميل توماس كارتر بين لجنة من كبار المسؤولين. كان الجو متوترا ، مثقلا بثقل السرية والمجهول. اعلن احد المسؤولين وهو المخرج ويليام هايز بصرامه بصوت يقطع الصمت لا يمكننا تحمل اي تسريبات حول هذا الامر واضاف ان التداعيات المترتبه على تاكيد هذه التقارير قد تكون كارثيه قام العميل كارتار وهو عميل متمرس معروف بسلوكه الهادئ تحت الضغط بمراجعه الملف المنتشر امامه تحتوي الملفات على نصوص لجلسات التنويم التي قام بها ميلرز، وصور الأقمار الصناعية من الليلة المعنية، وتقارير من عملاء ميدانيين تم إرسالهم للتحقيق في المنطقة. وعلى الرغم من شكوكه الأولية، إلا أن الأدلة كانت مقنعة، وتشير إلى شيء يتجاوز التفسير التقليدي. نحن بحاجة للسيطرة على السرد، اقترح مسؤول آخر. وهو ينقر بقلمه على تقرير سري. تشويه سمعتهم. اجعل الأمر يبدو وكأنه خدعة. لقد نجح الأمر من قبل. عبس العميل كارتر قليلا، وتومض نظرته إلى صور ديفيد ولورا ميلر، وهما زوجان عاديان يعيشان ظروفا غير عادية. لقد رأى خوفا حقيقيا في أعينهم خلال مقابلته القصيرة معهم. وهو الخوف الذي ردد شكوكه المتزايدة حول الموقف الرسمي. سيدي، تحدث العميل كارتر، وهو يختار كلماته بعناية، ماذا لو كانوا يقولون الحقيقة؟ ساد الصمت الغرفة، والسؤال معلق في الهواء، وكأنه حضور ملموس. تبادل المدير هايز نظرة عارفة مع الآخرين، وقاس ردود أفعالهم قبل الرد. بدأ كلامه بصوت خافت، أيها العميل كارتر، لقد تعاملنا مع حوادث مماثلة في الماضي، وتبين أن معظمها كانت عبارة عن سوء فهم أو أوهام أو افتراءات صريحة،، لا يمكن السماح لهذه القضية بتعطيل الأمن القومي،، أومأ العميل كارتر برأسه، على الرغم من أن عقله كان يتسابق مع الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها لقد رأى في حياته المهنية ما يكفي ليعرف أن الحقيقة أحيانا تكون أغرب من الخيال ومع انتهاء الاجتماع تم تكليفه بمهمة الإشراف على عملية تشويه سمعة عائلة ميلرز مع مواصلة التحقيق خلف الأبواب المغلقة تحولت الأيام إلى أسابيع حيث قام العميل كارتر بتنسيق حملة تضليل بدقة تم إطلاع وسائل الإعلام بشكل سري على الروايات المصممة بعناية والتي تصور عائلة ميلرز على أنهم باحثون عن الاهتمام أو ضحايا الهستيريا الجماعية. زرعت مصادر مجهولة قصصاً كاذبة عن مكاسب مالية أو عدم استقرار عقلي، مما شوه سمعة الزوجين في نظر الجمهور. وفي الوقت نفسه، قام العميل كارتر بالتعمق في الأرشيفات السرية وقام بتجميع أجزاء من المعلومات التي تشير إلى مؤامرة أوسع. وكشف عن تقارير عن حوادث مماثلة يعود تاريخها إلى عقود مضت، وتم التعامل مع كل منها بنفس المستوى من السرية والإلحاح. كانت هناك همسات بين زملائه حول التكنولوجيا المستردة والعمليات السرية والتحالفات الغامضة التي امتدت إلى ما هو أبعد من حدود الأرض. في خضم تحقيقه، تلقى العميل كارتر زيارة غير متوقعة من أحد معارفه القدام، ماركوس جنت. أحضر جنت، وهو محلل استخباراتي سابق تحول إلى مبلغ عن المخالفات، معه مجموعة من الوثائق التي تم الحصول عليها عبر قنوات سرية. لقد قاموا بتفصيل الحالات التي واجهت فيها الوكالات الحكومية تكنولوجيا وكائنات خارج كوكب الأرض ومع ذلك أبقوا الحقيقة مخفية عن المعرفة العامة هذا الأمر أعمق مما كنا نظن تمتم جنت متجهما وهو يسلم ملفا يحمل علامة عيون فقط لقد كانوا يتسترون على هذا لسنوات قام العميل كارتر بفحص الوثائق وكان شعوره بعدم الارتياح يتزايد مع كل كشف أصبح من الواضح الآن أن آل ميلرز لم يكونوا معزولين في تجربتهم كان هناك نمط نمط من الإنكار والقمع تجاوز مجرد المخاوف الأمنية الوطنية مع مرور الأشهر وجد العميل كارتر نفسه عالقا في شبكة من الولاءات المتضاربة فمن ناحية أجبره واجبه على اتباع الأوامر وحماية الأسرار التي تعتبر خطيرة للغاية بالنسبة للاستهلاك العام. ومن ناحية أخرى، كان ضميره يحثه على البحث عن الحقيقة، لكشف الألغاز التي ظلت تطارد البشرية منذ أجيال. جاءت نقطة التحول خلال اجتماع في وقت متأخر من الليل مع لورا ميلر نفسها، تم الترتيب له تحت ستار مقابلة غير رسمية. تحدثت بشغف عن لقائها وكان صوتها يرتجف بمزيج من الخوف والتصميم وتوسلت اليه ان يفكر في امكانيه ان تكون تجربتهم حقيقيه وان هناك قوى تلعب دورا يتجاوز فهمهم اريد فقط ان يعرف الناس ما حدث بالفعل همست لورا وعيناها تتوسل من اجل الفهم غادر العميل كارتر ذلك الاجتماع بقلب مثقل وتعززت عزيمته. هو يعرف كيف يفعلها. في خطوة جريئة، بدأ العميل كارتر بتسريب معلومات منتقاة بعناية إلى الصحفيين الاستقصائيين المعروفين بنزاهتهم. أدت المعلومات المجهولة المصدر إلى فضح تفاصيل التناقضات في الموقف الرسمي للحكومة، مما أدى إلى تجدد الاهتمام العام بقضية ميلر. تعثرت حملة التضليل عندما بدأت الحقيقة في الظهور، مما أجبر الحكومة على إعادة النظر في استراتيجيتها. وفي الاجتماع السري التالي لكبار المسؤولين، ظل العميل كارتر ثابتا على موقفه، وقال بصوت حازم لكنه محترم: "لم يعد بإمكاننا احتواء هذا الأمر بعد الآن. الناس يستحقون أن يعرفوا". تبادل المدير هايز نظرة استسلام مع زملائه، مدركا عدم جدوى استمرار السرية في مواجهة الأدلة المتزايدة. وعلى مضض، وافقوا على نشر المعلومات بشكل خاضع للرقابة، وإدارة التصور العام بعناية مع الاعتراف بوجود ظواهر جوية غير محددة والحاجة إلى مزيد من التحقيق. وكانت التداعيات فورية وبعيدة المدى. وقد وجدت عائلة ميلرز التي شوهتها وسائل الإعلام تبريرا في عيون الكثيرين الذين صدقوا قصتهم وصل العميل كارتر الذي أشاد به البعض كبطل وخائن من قبل البعض الآخر عمله خلف الكواليس داعيا إلى الشفافية والمساءلة داخل الحكومة عندما انقشع الغبار فكر العميل كارتر في الأحداث التي وقعت لقد تم رفع حجاب الأسرار، ولو جزئيا، ليكشف عن لمحات من واقع أكثر تعقيدا وغموضا مما كان يتخيله. ومع ذلك، كان يعلم أن هذه كانت مجرد البداية. وكانت الرحلة نحو الفهم قد بدأت للتو. الفصل السابع حملة التضليل أضاءت أضواء الفلورسنت في سماء المكتب الحكومي المعقم، حيث جلس العميل توماس كارتر، وهو ينقب عن الوثائق المتعلقة بقضية ميلر. تم تكليفه بالتحقيق في الادعاءات الغريبة لديفيد ولورا ميلر، اللذين زعم أنهما اختطفا من قبل كائنات خارج كوكب الأرض. أثناء فحصه للملفات، لم يتمكن العميل كارتر من التخلص من الشعور المزعج بأن هذه القضية تحتوي على ما هو أكثر مما تراه العين وفي الجانب الآخر من المدينة وفي قاعة مؤتمرات أنيقة في إحدى شبكات الأخبار الكبرى اجتمع الصحفيون والمحررون لحضور اجتماع استراتيجي لقد استحوذت قضية ميلر على خيال الجمهور لكنها كانت أيضاً تثير الشكوك والتدقيق لقد انتشرت رواية لورا ميلر العاطفية عن عملية الاختطاف بسرعة كبيرة مما أدى إلى سيل من التغطية الإعلامية ومع ذلك فإن الهمسات حول تورط الحكومة ونظريات المؤامرة بدأت تطغى على زاوية المصلحة الإنسانية الأولية تسللت شمس الصباح من خلال الستائر بينما جلست لورا وديفيد ميلر متوترين في غرفة معيشتهما يشاهدان مقطعاً إخبارياً متلفزاً يشرح قصة اختطافهما. وكان صوت المذيعة متشككاً، مما أثار الشكوك حول مصداقية ادعاءاتهم. ارتجفت يدا لورا قليلاً وهي تمسك بفنجان من القهوة، بينما شدد فك ديفيد بسبب الإحباط. لقد توقعوا التشكك، ولكن ليس هذا المستوى من التدقيق. في غرفة اجتماعات ذات إضاءة خافتة في منشأة حكومية سرية، التقى العميل كارتر مع رؤسائه ومحللي الاستخبارات. كان الجو متوترا، حيث ناقشوا استراتيجيات احتواء تداعيات قضية ميلر. ألقى أحد كبار المسؤولين، وهو المدير مورغان، وهو خبير مخضرم في العمليات السرية، كلمة أمام الغرفة. لا يمكننا أن نسمح لهذه القصة باكتساب المزيد من الاهتمام صرح المخرج مورغان بشكل قاطع بصوت يحمل السلطة نحن بحاجة إلى تشويه سمعتهم وجعلهم يبدون وكأنهم محتلون يبحثون عن الاهتمام تحول العميل كارتر بشكل غير مريح في مقعده لقد كان دائما مؤمنا قويا بمتابعة الأدلة لكن الضغط للامتثال للرواية الرسمية كان يتصاعد. ألقى نظرة على الملف الموجود أمامه، المليء بإفادات الشهود، والتقارير الطبية، وحتى الصور الباهتة التي يزعم أنها التقطت أثناء عملية الاختطاف. في هذه الأثناء، في الجانب الآخر من المدينة، تلقت لورا مكالمة هاتفية غامضة من رقم مجهول. كان الصوت على الطرف الآخر مشوها وهادئا بشكل مخيف سيدتي ميلر بدأ الصوت أن تزوجك بحاجة إلى إيقاف هذه التمثيلية أن تخاطرين بأكثر مما تدركين كان قلب لورا ينبض في صدرها وهي تستمع وكان الشعر على رقبتها يقف على نهايته وقبل أن تتمكن من الرد انقطع الخط نظرت إلى هاتفها بذهول، وعقلها يتسابق مع الأسئلة. بالعودة إلى المنشأة الحكومية، تعمق العميل كارتر في الأرشيفات السرية، بحثاً عن أي معلومات يمكن أن تؤكد ادعاءات عائلة ميلرز. وقد عُثر على مقتطفات من التقارير التي يعود تاريخها إلى عقود مضت. والتي تتضمن تفاصيل حوادث مماثلة لمواجهات مزعومة مع كائنات فضائية تم إخفاءها بهدوء تحت السجادة أخبرته غرائزه أن هناك نمطا هنا نمطا يتجاوز مجرد الصدفة ولكن في كل مرة يكشف فيها العميل كارتر عن دليل يبدو أنه يدعم قصة عائلة ميلرز كان يواجه حواجز على الطريق تم تنقيح الوثائق بشكل كبير ولم يكن من الممكن تعقب الشهود، واختفت الأدلة الرئيسية في ظروف غامضة من الأرشيف. كان الأمر كما لو أن شخصا ما كان يعمل بنشاط على محو الحقيقة. بالعودة إلى منزلهما في الضواحي، تلقى ديفيد ولورا زيارة من رجل حسن المظهر قدم نفسه على أنه صحفي من مجلة مرموقة. ابتسم ابتسامة ساحرة عندما جلس معهم واضعا قلمه فوق دفتر الملاحظات. "أنا هنا لأضع الأمور في نصابها الصحيح، قال بهدوء، وصوته ينبض بالتعاطف. هناك بعض التناقضات في قصتك التي أود توضيحها. أن التفهم، بالطبع، أننا نريد فقط تقديم الحقائق." تبادل ديفيد نظرة حذرة مع لورا. وشعر بالنغمة الخفية للتلاعب في كلمات الصحفي لقد توقعوا تدقيقا إعلاميا لكن هذا بدا مختلفا مدبرا ومحسوبا وصل العميل كارتر تحقيقه حيث التقى سرا بزميل سابق عمل سابقا في قضية مماثلة وبينما كان يحتسي المشروبات في حانة ذات إضاءة خافتة كان مصدر اتصاله وهو ضابط استخبارات سابق أشيب اسمه ماركوس جنت يتحدث بصوت خافت. تمتم تم ماركوس وعيناه تفحصان الغرفة بحذر، سيفعلون أي شيء لدفن هذا. لقد رأيت ذلك من قبل. المعلومات المضللة، وحملات التشهير، والتهديدات، كلها جزء من اللعبة. أومأ العميل كرتر برأسه متجهما. مدركا خطوره وضعهم. وكلما تعمقوا في الامر، اصبح من الواضح ان مشاركه الحكومه تجاوزت مجرد الشك. لقد كانوا يقمعون الحقيقه بنشاط، مستخدمين كل الادوات المتاحه لهم لحمايه اسرارهم. في احدى الامسيات، تلقت لورا بريدا الكترونيا يحتوي على صور تم التلاعب بها يزعم انها وديفيد يختلقان ادله على اختطافهما. وكانت الصور مقنعة حيث ظهرتهم مع دعائم وإضاءة مسرحية تحاكي مواجهتهم المزعومة ارتعشت يد لورا وهي تتصفح الأدلة الدامغة وشعرت بثقل الخيانة والعجز ومع اشتداد حملة التضليل وجد ديفيد ولورا نفسيهما معزولين ومنبوذين كان الأصدقاء والجيران يتهامسون خلف ظهورهم ويلقون نظرات الشك كلما صاروا في الشارع. لقد اصبح المجتمع الذي كان داعما لهم ذات يوم يعاملهم الان بتشكك حذر، وغير متاكد مما يجب تصديقه. ومع ذلك، وسط الاضطراب، تجمعت حولهم مجموعه صغيره من المؤمنين. كانت المنتديات عبر الانترنت مليئه بالنظريات والتحليلات. وتحللوا كل تطور جديد في قضية ميلر. لقد تبادلوا شهادات عن لقاءاتهم مع المجهول، وشكلوا مجتمعا متماسكا يربطه إيمان مشترك بوجود حياة خارج كوكب الأرض. في أحد المكاتب الشاهقة في وسط المدينة، استعرض المدير مورغان آخر التغطية الإعلامية لقضية ميلر بنظرة باردة وحذرة. كانت حملة التضليل ناجحة، إذ كانت المشاعر العامة تنقلب ضد عائلة ميلر، وأصبحت التغطية الإعلامية انتقادية بشكل متزايد. لكن المدير مورغان كان يعلم أنهم لا يستطيعون الاستسلام، وقال بحدة لفريق مستشاريه: نحن بحاجة إلى تشديد الخناق. واصلوا الضغط، لا يمكننا أن نسمح بحدوث صدع في الواجهة. ومع تحول الأسابيع إلى أشهر، ناضل ديفيد ولورا للحفاظ على تصميمهما. لقد تقدموا بقصتهم على أمل العثور على الحقيقة والنهاية، لكنهم بدلا من ذلك وجدوا أنفسهم متورطين في معركة من أجل مصداقيتهم وسلامتهم. وقد ألقت حملة التضليل بظلالها على حياتهم، وأجبرتهم على التشكيك في كل ما اعتقدوا أنهم يعرفونه. لكن في أعماقهم كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون التراجع. الحقيقة كانت هناك في انتظار الكشف عنها. وطالما كان لديهم بعضهم البعض، وطالما دعم أولئك الذين يؤمنون فإنهم سيواصلون القتال رغم كل الصعاب لكشف حجاب الأسرار الذي يهدد بابتلاعهم. الفصل الثامن التهديدات غير المرئية. لم يشعر ديفيد ولورا ميلر بهذا القدر من الضعف من قبل. منذ أن أعلنوا علنا عن روايتهم المروعة عن اختطاف كائنات فضائية، اتخذت حياتهم منعطفا محفوفا بالمخاطر. يبدو أن الحي الذي كان ودودا في السابق أصبح الآن محاطا بالشكوك والمراقبة السرية. بدأ الأمر بمهارة، سيارة غريبة متوقفة خارج منزلهم في ساعات غريبة ومكالمات هاتفية مع التنفس الشديد، ورسائل مجهولة المصدر تحذرهم من التوقف عن سعيهم وراء الحقيقة. منزلهم، الذي كان في السابق ملاذا، أصبح الآن وكأنه سجن تحرسه قوى غير مرئية. في إحدى الأمسيات الباردة، عندما عاد ديفيد من العمل في مكتب البريد المحلي، لاحظ وجود شخصية كامنة في الظلال عبر الشارع. تسارعت دقات قلبه وهو يسرع في خطواته، وهو يبحث عن مفاتيحه. ذابت الصورة في الظلام، تاركة لديفيد عقدة من الرهبة في معدته. في الداخل، كانت لورا على حافة الهوية أيضا. لقد أصبحت شديدة الوعي بكل ضجيج، وكل وجه غير مألوف في حيهم. باعتبارها عاملة اجتماعية، تم تدريبها على قراءة الناس. ولكن الآن أصبح الخوف يخيم على غرائزها أصبحت التجمعات المجتمعية التي كانت نابضة بالحياة في يوم من الأيام وكأنها في خاخ حيث تخفي كل ابتسامة حقدا محتملا وبلغ انزعاجهم ذروته عندما اكتشفوا علامات اقتحام لم تتم سرقة أي شيء ولكن تم تفتيش ممتلكاتهم وترتيبها بشكل مقلق كما لو كانوا يرسلون رسالة وأبلغوا الشرطة المحلية بالأمر ولكن دون وجود دليل على الدخول عنوة لم يكن بوسعهم فعل الكثير وكان حلفاؤهم قليلين ومتباعدين وكان ماركوس جنت ضابط المخابرات السابق الذي تواصل معهم في البداية مصدر دعمهم الوحيد لقد حذرهم من المخاطر التي ينطوي عليها كشف أسرار الحكومة. لكن عائلة ميلر كانت مدفوعة بشعور بالواجب في الكشف عن الحقيقة. العميل توماس كارتر، الذي كان محققا لهم، خرج من الشبكة بعد أن اقتنع بقصتهم. وكان قد أرسل رسائل مشفرة عبر قنوات آمنة، يلمح فيها إلى مؤامرات أعمق ويحث على الحذر. لم يسمع منه الو ميلرز منذ أسابيع، مما زاد من جنون العظمة لديهم حتى أولئك الذين بدأوا متعاطفين يمكن أن يلعبوا لعبة خطيرة، وفي محاولة يائسة للحصول على إجابات، قرروا التعمق في تحقيقاتهم الخاصة. سكبت لورا المزيد من الوثائق التي تم الحصول عليها من خلال طلبات قانون حرية المعلومات وكشفت عن مقاطع منقحه تشير الى تاريخ طويل من المعرفه الحكوميه فيما يتعلق باللقاءات خارج كوكب الارض بدا ديفيد في رسم انماط مراقبتهم على امل ان يفاجئ مراقبيهم في احدى الامسيات الممطره بينما كانوا يدققون في الصور القديمه من اجازتهم سمعوا ضجه في الخارج ونظروا بحذر من خلال الستائر ورأوا شخصيات ملثمة تتحرك خلسة نحو منزلهم استولى عليهم الذعر عندما صارعوا لجمع دلتهم محركات أقراص فلاش مخبأة في العلية ووثائق مخبأة تحت الواح الأرضية مع الأدرينالين الذي ينبض بالقلب انسلوا من الباب الخلفي تماما كما اخترق مهاجموهم الباب الأمامي كانوا يركضون عبر الشوارع التي غمرتها الأمطار ويتنقلون بين الأزقة والأراضي المهجورة، وكانت أنفاسهم تتقطع في شهقات ممزقة. كان ماركوس قد رتب لمنزل آمن في كوخ منعزل في أعماق الغابة، وكان صديقا قديما مدينا له بمعروف. لعدة أيام، ظلوا مجتمعين معا في كوخ ريفي، ويعيشون في خوف من كل حفيف في الشجيرات، ومن كل سيارة تمر على الطريق المجاور. كان ماركوس يأتي بشكل متقطع حاملاً الإمدادات والأخبار من العالم الخارجي. وحذرهم من أن اختفائهم أثار ضجة إعلامية، مع تزايد التكهنات حول دوافعهم وسلامتهم العقلية. في عزلة المقصورة، أجرى ديفيد ولورا مناقشات طويلة حول مستقبلهما. هل يمكن أن يعودوا إلى حياتهم القديمة؟ أم أنه كان مقدرا لهم أن يعيشوا هاربين، وتطاردهم ظلال ماضيهم إلى الأبد. ووجدوا العزاء في أحضان بعضهم البعض، مستمدين القوة من تصميمهم المشترك على كشف الحقيقة، مهما كان الثمن. ومع تحول الأيام إلى أسابيع، اشتدت عزيمتهم. لقد عرفوا أنهم لا يستطيعون الاختباء إلى الأبد، لكنهم عرفوا أيضا أنهم لا يستطيعون الاستسلام. وبتوجيه من ماركوس، بدأوا في صياغة خطة، وهي خطوة جريئة من شأنها أن تجبر الحكومة على الاعتراف بقصتهم، ومواجهة الأسرار التي ناضلوا بشدة لحمايتها، لكن كان يكمن تحت إصرارهم خوف مزعج، ماذا لو أن سعيهم وراء الحقيقة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الظلام، ماذا لو كانت التهديدات غير المرئية أقوى مما تخيلوه؟ وبينما كانوا يستعدون للخروج من مخبئهم، جهزوا أنفسهم للمواجهة النهائية، مدركين أن خطوتهم التالية يمكن أن تكشف عن أكبر مؤامرة في عصرهم أو تحدد مصيرهم إلى الأبد. الفصل التاسع الحلفاء في الظل وجد ديفيد ولورا ميلر نفسيهما عند مفترق طرق. وقد قوبل الكشف عن هذه المعلومات للجمهور بعاصفه من عدم التصديق والشك، والتي تضخمت بوابل من التدقيق الاعلامي وانكار الحكومه. وبينما كانوا يتنقلون خلال هذه العواقب الفوضويه، غير متاكدين بمن يثقون، ظهر بصيص من الامل من جهه غير متوقعه، ظلال السريه حيث كان الحلفاء ينتظرون. كان ماركوس جنت ضابط المخابرات السابق الذي تحول الى مبلغ عن المخالفات يراقب بهدوء وضع عائله ميلرز من بعيد وقد دفعته خيبه امله تجاه العمليات السريه التي تقوم بها الحكومه الى السعي لتحقيق العداله لاولئك الذين اسكتتهم الاسرار السريه. قام ماركوس بجمع الادله بدقه التي تربط العديد من مواجهات الاجسام الطائره المجهوله بالتستر الحكومي. وقد أثرت قضية ميلرز على وتر حساس لديه كانت أمسية خريفية باردة عندما تواصل ماركوس معهم أخيرا ظهرت رسالة مشفرة على حساب البريد الإلكتروني المشفر الخاص باللورا تحثهم على الاجتماع تحت جنح الظلام في مقهى لا يوصف على مشارف المدينة بتفاؤل حذر وافق ديفيد ولورا وكانت قلوبهما تنبض بمزيج من الخوف والترقب كان المقهى مضاء بشكل خافت مع تشغيل موسيقى الجاز الهادئة في الخلفية وهو تناقض صارخ مع كثافة اجتماعهما السري جلس ماركوس في زاوية منعزلة وكان سلوكه هادئا ولكن عينيه حدتين في تصميمهما استقبلهم برأسه وكان صوته بالكاد اعلى من الهمس عندما بدا في كشف خيوط المؤامره التي اوقعتهم في شرك انت لست وحدك في هذا بدا ماركوس كلماته منتقاه بعنايه هناك اخرون يصدقون قصتك وقد راوا لمحات من الحقيقه مدفونه تحت طبقات من الخداع اثناء تناول فناجين القهوه المتصاعده شارك ماركوس المستندات والتسجيلات مقتطفات من المحادثات التي تم اعتراضها من القنوات المشفرة وصور لحرف مجهولة الهوية التقطها المبلغون عن المخالفات داخل الجيش وشهادات من لمطلعين على بواطن الأمور الذين خاطروا بكل لا شيء لتسليط الضوء على ما يكمن وراء خطط لحكومة المصاغة بعناية رواية وأوضح ماركوس بنظرة ثابتة لقد كنا نراقب هذه العمليات لسنوات. إن اهتمام الحكومة بالأجسام الطائرة المجهولة لا يقتصر على المراقبة السلبية فحسب، بل لقد كانوا يتعاملون بنشاط مع هذه الكيانات، ويدرسونها، ويغطون على أي دليل يهدد سيطرتهم على السرد. استمع ديفيد باهتمام، وتضاءلت شكوكه عندما أكد كل جزء من الأدلة تجربته المروعة. شعرت لورا، التي عادة ما تكون الأكثر حذرا بين الاثنين، بموجة من التبرير ممزوجة بإحساس متجدد بالهدف. ولم يعودوا أصواتا معزولة تصرخ في البرية، بل وجدوا حلفاء يفهمون خطورة محنتهم. ومع حلول الليل، تم وضع الخطط في محادثات هامسة. أوجز ماركوس استراتيجية للاستفادة من تحالفهم المكتشف حديثا. وهي استراتيجية تضمنت الكشف عن الأدلة الرئيسية من خلال قنوات إعلامية موثوقة، وحشد الدعم من المشرعين المتعاطفين، وتحدي الموقف الرسمي للحكومة بشكل استراتيجي بشأن للقائة خارج كوكب الأرض. نحن بحاجة إلى أن نكون استراتيجيين، حذر ماركوس بنبرة جدية. إن القوى المصطفة ضدنا هائلة. لكن الحقيقة لديها طريقة في الانزلاق من خلال الشقوق خاصة عندما تكون مدعومة بالأدلة والشجاعة أو مأ آل بالموافقة وقد تشددت عزيمتهم بسبب قناعة ماركوس وثقل المسؤولية التي تقع الآن على أكتافهم لقد كانوا يعلمون أن الطريق أمامهم سيكون محفوفاً بالمخاطر وعدم اليقين لكنهم كانوا يعلمون أيضا أنهم لا يستطيعون العودة إلى الوراء لقد اتخذت رحلتهم التي كانت يكتنفها الخوف والشك منعطفا جديدا تحولا نحو العدالة والشفافية والسعي وراء الحقيقة عندما غادر المقهى في تلك الليلة والظلال تطول خلفهما نظر ديفيد إلى لورا بتصميم جديد محفور في ملامحه همس قائلاً لسنا وحدنا، مرددا تأكيدات ماركوس السابقة. لدينا حلفاء الآن، وسنكشف معا الأسرار التي حاولوا جاهدين دفنها. ومع تلك الكلمات العالقة في هواء الخريف المنعش، شرعوا في المرحلة التالية من رحلتهم، تحالف تم تشكيله في الظل، ويرتبط بالسعي المشترك للكشف عن الوحي في مواجهة السرية والخداع. الفصل العاشر كشف الحقيقة كانت الليلة رطبة ومتوترة حيث وجد ديفيد ولورا ميلر برفقة العميل توماس كارتر وماركوس جانت نفسيهما في مستودع خافت الإضاءة لا يوصف على مشارف المدينة كان الهواء مليئا بالترقب وثقل الوحي الذي كان على وشك الإعلان عنها وكانت القاعة مليئة بحفنة من الصحفيين الذين تم اختيارهم لنزاهتهم وحسن تقديرهم في انتظار هذه المناسبه المهمه وقف ماركوس جنت ضابط المخابرات السابق الذي تحول الى مبلغ عن المخالفات امام الجمهور الصغير وصوته ثابت على الرغم من خطوره الوضع بدا كلامه قائلا سيداتي وسادتي شكرا لوجودكم هنا واليوم نحن على وشك أن نكشف لكم عن أدلة كانت مخفية عن الجمهور منذ عقود. شعرت لورا، التي كانت واقفة بجانب ديفيد، بمزيج من القلق والراحة. كانت هذه هي اللحظة التي كانوا يستعدون لها، وهي ذروة رحلتهم من مواطنين عاديين إلى مبلغين مترددين. وقف العميل كارتر بحزم وكانت نظراته تتناوب بين الصحفيين وعائلة ميلرز. كان يعلم أن هذه اللحظة ستغير حياته المهنية إلى الأبد، وربما حتى حياته، لكنه كان مقتنعا بعدالة قضيتهم. تقدم ديفيد إلى الأمام حاملا ملفا يحتوي على وثائق من شأنها أن تهز أسس بروتوكولات الأمن القومي. بدأ صوته واضحا وثابتا، لسنوات عديدة. كنا نتعرض انا وزوجتي للسخريه والطرد. ولكن اليوم، نحن نقف امامكم ليس كضحايا لخدعه، ولكن كشهود على حقيقه تم قمعها بشكل منهجي. اومأت لورا برأسها بالموافقه، وعيناها تفحصان الغرفه، بحثا عن اي علامه شك او عدم تصديق. وتابعت بصوت مشوب بالعاطفه، تحت التنويم المغناطيسي، استرجعنا ذكريات حية عن اختطافنا. ذكريات تم تأكيدها من خلال وثائق سرية قدمها لنا السيد جنت. فقدم ماركوس جنت إلى الأمام. وكان سلوكه جديا ولكنه حازم. وقال وهو يحمل ملفا سميكا: هذه الوثائق تعرض تفاصيل لقاءات مع كائنات خارج كوكب الأرض يعود تاريخها إلى الأربعينيات. إنها تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حكومتنا كانت على علم بهذه الأحداث وعملت بنشاط على إخفائها عن الجمهور. تبادل الصحفيون النظرات، وكانت أقلامهم موضوعة فوق دفاتر الملاحظات، مستعدة لالتقاط كل كلمة. وتطايرت الأسئلة في الهواء، مطالبة بإجابات تم التهرب منها لعقود من الزمن. تقدم العميل كارتر للأمام مخاطبا الصحفيين بسلطة هادئة، واعترف بصوته الذي كان يحمل ثقل سنوات من السرية: "لقد تم تكليفي بالتحقيق في قضية ميلر". كانت متشككا في البداية، وسرعان ما اكتشفت شبكة من الملفات السرية التي أكدت روايتهم. توقف مؤقت، مما سمح لخطورة بيانه بالتعمق. وتابع ما نكشف عنه اليوم لا يتعلق فقط بآل ميلرز أو تجربتهم إنه يتعلق بحقيقة أكبر تؤثر على كل مواطن في هذا البلد الحقيقة عن مكاننا في الكون وإلى أي مدى ذهبت حكومتنا لإخفائه ساد الصمت الغرفة بينما كان الصحفيون يستوعبون فداحة ما قيل لهم تم التقاط الكاميرات والتقطت تعبيرات ديفيد ولورا ميلر والعميل كارتر وماركوس جنت ويواجه كل منهم شهادة على الشجاعة والإدانة المطلوبة لتحدي الوضع الراهن وفي الساعات التالية قام الصحفيون بمراجعة الوثائق وربطها بالأحداث التاريخية وشهادات شهود العيان اندلعت القصة في وقت متأخر من الليل وانتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وناقش منظرو المؤامرة والمتشككون على حد سواء العواقب، في حين صارع المسؤولون الحكوميون إلى صياغة الرد. بالنسبة لديفيد ولورا ميلر، كانت النتيجة زوبعة من المقابلات، والظهور العلني، والهجمات المتجددة من المتشككين والمكذبين. ومع ذلك، في خضم الفوضى، وجدوا إحساسا بالدفاع والهدف فقد أثارت رحلتهم من المواطنين العاديين إلى المبلغين عن المخالفات حوارًا عالميًا حول الشفافية والمساءلة. العميل كارتر، الذي أشاد به البعض الآن كبطل وخائن من قبل البعض الآخر داخل وكالته، واجه التدقيق والتحقيقات الداخلية. ومع ذلك فقد ظل ثابتًا على إيمانه بأن الحقيقة يجب أن تنتصر، بغض النظر عن التكلفة الشخصية. واصل ماركوس جنت عمله في الظل وكشف المزيد من الأسرار ودعا إلى الكشف الكامل أصبح تحالفه مع آل ميلرز والعميل كارتر أقوى ملتزما بالتزامهم المشترك بكشف الحقيقة مع تحول الأسابيع إلى أشهر أثارت الاكتشافات اهتماما متجددا بمشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة ومواجهات الكائنات الفضائية في جميع أنحاء العالم واجهت الحكومات ضغوطًا متزايدة للكشف عن معلومات سرية، مما أدى إلى مبادرات غير مسبوقة للشفافية وتجديد البحث العلمي. أصبحت قضية ميلر حافزًا للتغيير، وتحدي المعتقدات الراسخة وفتح حدود جديدة للاستكشاف. ولاقت قصتهم صدى لدى عدد لا يُحصى من الآخرين الذين عانوا من ظواهر مماثلة، ولكنهم كانوا يخشون التحدث علنًا. في اللحظات الهادئه بين المقابلات والظهور العلني فكر ديفيد ولورا في رحلتهما من لقاء صدفة على امتداد طريق وحيد الى حركه عالميه من اجل الحقيقه والافصاح لقد تغيرت حياتهم الى الابد وفقدت براءتهم ولكن تم استبدالها باحساس بالهدف تجاوز قصتهم الشخصيه وبينما كانوا ينظرون الى سماء الليل تساءلوا عن الاسرار الاخرى المخفية بين النجوم، في انتظار ان يكشفها اولئك الشجعان بما يكفي للبحث عن الحقيقة. الفصل 11 الوحي العام. في قاعة المؤتمرات الكبرى في أحد الفنادق المرموقة في واشنطن العاصمة. وكانت قاعة المؤتمر مليئة بالترقب، حيث ملأ الصحفيون والمسؤولون الحكوميون، والمتفرجون الفضوليون المقاعد. تومض الكاميرات بشكل متقطع وتلتقط الوجوه المتوترة لديفيد ولورا ميلر الجالسين على طاولة طويلة مزينة بالميكروفونات وقف العميل توماس كارتر بجانبهم بوقار وكان سلوكه يكشف عن التصميم والخوف استند ماركوس جنت المبلغ المخضرم عن المخالفات إلى جدار قريب يراقب المشهد وهو يتكشف بمزيج من الرضا والقلق نظر ديفيد جانبا إلى لورا وضغط على يدها بشكل مطمئن لقد قطعوا شوطا طويلا من تلال نيو هامبشاير الهادئة حيث تغيرت حياتهم إلى الأبد بسبب حدث فريد الآن كانوا على وشك الكشف عن الحقيقة للعالم وساد الصمت الغرفة عندما صعد أحد الصحفيين البارزين إلى المنصة. سيداتي وسادتي، بدأ صوته مضخما بواسطة الميكروفون، شكرا لكم على انضمامكم إلينا اليوم. نحن هنا لنشهد لحظة غير عادية في التاريخ، لحظة تتحدى فهمنا للكون ومكاننا فيه. لقد توقف مؤقتا للحصول على تأثير درامي. مما سمح للتوتر بالتصاعد في الغرفة. أرجو أن تنضموا إلي في الترحيب بديفيد ولورا ميلر، اللذين سيشاركان روايتهما المروعة عن لقاء يتجاوز واقعنا المعروف. دوى التصفيق في القاعة بينما وقف ديفيد ولورا في مواجهة الجمهور. أخذت لورا نفسا عميقا، وتجولت بعينيها في الغرفة، لتجد وجوها مألوفة بين بحر الغرباء. شكرا لك. بدأت صوتها ثابتا ولكن مشوبا بالعاطفة. إننا نقف أمامكم اليوم، ليس كضحايا، بل كشهود على حدث غير إلى الأبد تصورنا لما هو ممكن. وتابع ديفيد، وكان صوته يتردد صداه مع الإدانة، في ليلة 22 يونيو 2019، أثناء القيادة عبر الجبال البيضاء. واجهت أنا ولورا مركبة لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل. لقد كانت تحوم بصمت فوقنا، وتنبعث منها ضوءًا ناعمًا نابضًا يملأنا بالخوف والرهبة. وروى تفاصيل اختطافهم تحت التنويم المغناطيسي، طاولة الفحص الباردة، والكائنات ذات العيون السوداء الكبيرة، والشعور بالهدوء الذي لا يمكن تفسيره والذي اجتاحهم على الرغم من رعبهم. تدخلت لورا بأوصاف حية للكائنات الفضائية، وحركاتهم دقيقة ومنهجية، كما لو كانوا يجرون دراسة علمية. تقدم العميل كارتر إلى الأمام، وكان حضوره يلفت الانتباه، واعترف بصوت يتردد صداه في القاعة قائلا: باعتباري محققا للحكومة، كانت متشككا في البداية في مزاعمهم. لكن الأدلة التي اكتشفناها بما في ذلك الوثائق السرية التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، تؤكد رواية ديفيد ولورا. لقد كنا على علم بزيارات خارج كوكب الأرض لبعض الوقت. ترددت أصداء الصيحات في جميع أنحاء الغرفة، بينما كان الصحفيون يدونون الملاحظات، ويلتقطون الصور بغضب. لقد كان حجم هذا الكشف معلقا بشكل كبير في الهواء. مما يشكل تحدياً لعقود من الإنكار والشكوك الرسمية تقدم ماركوس جنت إلى الأمام وكان تعبيره خطيراً ولكنه حازم وأعلن بصوت يقطع التوتر أن الحكومة شنت حملة تضليل لقمع الحقيقة لكن اليوم يمثل نقطة تحول نحن نطالب بالشفافية والمساءلة وانفجرت الأسئلة من الجمهور والصحفيون يطالبون بالتفاصيل ويتساءلون عن تداعيات ذلك على الأمن القومي ويسبرون أغوار التأثير النفسي على ديفيد ولورا أجاب آل ميليرز على كل سؤال بأمانة لا تتزعزع وكانت أصواتهم ثابتة على الرغم من الثقل العاطفي لكلماتهم ومع اقتراب المؤتمر الصحفي من نهايته وقف ديفيد ولورا معا وأيديهما متشابكة بإحكام لم يعودوا مجرد شهود لقد أصبحوا محفزين لعصر جديد من الفهم والاكتشاف وقف العميل كارتر وماركوس جنت إلى جانبهم وشكلوا تحالفا غير متوقع في السعي وراء الحقيقة خارج قاعة المؤتمر شاهد العالم برهبة وعدم تصديق انتشار أخبار اكتشافات عائلة ميلرز كالنار في الهشيم. واحتدمت السجالات على شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي، ودار الحديث حول طبيعة الوجود وحدود المعرفة الإنسانية. وفي الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، تقدم المزيد من الشهود، وشاركوا لقاءاتهم مع كائنات خارج كوكب الأرض. وتعرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم لضغوط للكشف عن معلومات سرية مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون والشفافية الدوليين انسحب ديفيد ولورا عن أعين الجمهور بحثا عن العزاء في تلال نيو هامبشاير الهادئة مرة أخرى لقد تغيرت حياتهم إلى الأبد من خلال لقائهم لكنهم وجدوا الراحة في معرفة أن شجاعتهم مهدت الطريق لفصل جديد في تاريخ البشرية. فصل تم فيه رفع حجاب الأسرار ببطء، وكشف عن كون أكثر اتساعا وغموضا، مما كانوا يتصورون من أي وقت مضى. وبينما كانوا يحدقون في السماء المضاءة بالنجوم في الليالي الصافية. لم يكن بوسعهم إلا أن يتساءلوا عن الأسرار الأخرى المخفية بين النجوم التي لا تعد ولا تحصى في انتظار اكتشافها الفصل 12 العواقب كانت عواقب إعلانهم بمثابة زوبعة بالنسبة لديفيد ولورا ميلر ووجدوا أنفسهم في دائرة الضوء كأبطال بالنسبة للبعض وأهداف للآخرين على الرغم من الزياده الاوليه في الدعم من المؤمنين والمتفرجين الفضوليين سرعان ما ادرك ال ميلرز ان حياتهم لن تكون كما كانت ابدا بعد اشهر من الكشف العلني عن الامر تراجعت عائله ميلرز عن اعين الجمهور بحثا عن العزاء في كوخ بعيد يقع في اعماق الجبال البيضاء كان الهدوء الذي يحيط بالمكان يتناقض بشكل صارخ مع الفوضى التي اجتاحت حياتهم ديفيد الذي كان في السابق عامل بريد ثابتا وعمليا أصبح الآن يعاني من نوبات القلق والأرق كان لثقل تجاربهم والتدقيق المستمر أثره مما جعله تطارده ذكريات لقائهم ورد الفعل العنيف من المتشككين والموالين للحكومة أصبحت لورا التي تتسم بالمرونة دائما والمدفوعة بالحاجة العميقة للعدالة، صوتهم في مواجهة الشدائد. وواصلت الدعوة إلى الشفافية والمساءلة، حتى عندما كانت تتصارع مع اضطراباتها الداخلية. ظل تصميمها على كشف الحقيقة ثابتا، مدفوعا بدعم زملائها من ذوي الخبرة، الذين تقدموا بقصصهم الخاصة. بالتعاون مع العميل توماس كارتر وماركوس جنت، قامت لورا بلا كلل بتجميع أجزاء من الأدلة التي تدعم ادعاءاتهم، على الرغم من الجهود المستمرة لتشويه سمعتهم، لكن التهديدات لم تتوقف، أصبحت المكالمات الهاتفية المجهولة في جوف الليل، والرسائل المشفرة التي تركت على عتبة بابهم، والمركبات المشبوهة الكامنة في الظل حقيقة قاتمة بالنسبة لعائلة ميلرز. وكان من الواضح أن القوى القوية كانت عازمة على إسكاتهم ودفعهم إلى مزيد من العزلة. ومع ذلك، مع كل تهديد، كانت عزيمتهم تتعزز وتتحفز بمعرفة أنهم يحملون المفتاح لكشف عقود من السرية والخداع. العميل توماس كارتر الذي يطارده تورطه في عملية التستر، يواجه معضلة أخلاقية تهدد باستهلاكه. وكانت رحلته من المتشكك إلى الحليف محفوفة بالصراع الداخلي والمخاطر المهنية. وبينما كان يتعمق أكثر في متاهة الملفات السرية والعمليات السرية، كشف كارتر عن حقائق مقلقة اختبرت ولائه للوكالة التي أقسم على حمايتها ذات يوم. أصبح تحالفه مع آل ميلرز وماركوس جنت منارة أمل هشة في عالم يكتنفه الظلام وعلى الرغم من التحديات استمر البحث عن الحقيقة وجد ديفيد ولورا نفسيهما منجذبين إلى شبكة عالمية من المبلغين عن المخالفات والباحثين عن الحقيقة ولكل منهم قطعة خاصة به من اللغز أصبحت الاجتماعات في غرف ذات إضاءة خافتة والاتصالات المشفرة والتبادلات السرية واقعهم الجديد، أثناء إبحارهم في مياه المؤامرة والمكائد الغادرة. أخذتهم رحلتهم من البؤر الاستيطانية النائية إلى أروقة السلطة، حيث كانت التحالفات التي أُقيمت في سرية تحمل وعد الوحي أو الخراب. مرت السنوات، وأصبحت قصة عائلة ميلرز حافزا للتغيير. وقد أشعل هذا الكشف حركة عالمية تطالب بالشفافية والمساءلة من الحكومات في جميع أنحاء العالم. أعاد العلماء والباحثون النظر في حالات عمرها عقود من الزمن بقوة متجددة، وكشفوا عن نسيج من اللقاءات التي تحدت التفسير التقليدي. واصل ديفيد ولورا، وهما الآن من كبار رجال الدولة في مجال علم الأجسام الطائرة المجهولة، الدفاع عن أولئك الذين تم إسكات أصواتهم بسبب الخوف وعدم التصديق في عزلتهم الهادئة في منتجعهم الجبلي فكر ديفيد ولورا ميلر في الرحلة المضطربة التي حددت حياتهما وبقيت ندوب محنتهم محفورة في نفوسهم كدليل على صمود الروح الإنسانية ومع غروب الشمس في الأفق وتلقي صبغة ذهبية على المناظر الطبيعية الوعرة وجدوا العزاء في معرفة أن تضحياتهم مهدت الطريق لمستقبل حيث لن يتم إسكات الحقيقة مرة أخرى، بغض النظر عن مدى مراوغتها. الخاتمة في إحدى أمسيات الخريف الهادئة، بينما كان آل ميلرز يجلسون على شرفة مقصورتهم المطلة على البحيرة الهادئة، سقط صمت فوق الغابة. تتلاشى الجوقة المعتادة للمخلوقات الليلية في الصمت. وتسري القشعريرة في عمودها الفقري. بشكل غريزي، ينظرون إلى السماء المليئة بالنجوم، ويبحثون عن أي علامة على الحركة. فجأة، يتجسد ضوء لامع في السماء فوقهم مباشرة، مركبة متلألئة على شكل قرص، تشبه بشكل مخيف تلك التي غيرت حياتهم منذ سنوات. يتطاير الهواء من حولهم بالكهرباء، ويجدون أنفسهم مذهولين، وغير قادرين على النظر بعيداً عن المشهد الساحر. للحظة عابرة، يبدو أن الوقت قد توقف. تحوم المركبة بصمت، كحارس صامت معلق في مساحة الكون الشاسعة. ثم، فجأة كما ظهر، ينطلق في سماء الليل بسرعة مذهلة. تاركا وراءه فقط وهجا طويلا وعددا لا يحصى من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها وبينما تتلاشى أصداء اللقاء في الليل يتبادل ديفيد ولورا نظرة عارفة اعتراف صامت بكل ما تحمله وتغلبوا عليه تؤكد هذه الحادثة اعتقادهم بأنهم ليسوا وحدهم في الكون وأن هناك الغازا لم يتم حلها بعد إنهم يحافظون على بعضهم البعض ويجدون الراحة في رحلتهم المشتركة والرابطة غير القابلة للكسر التي تشكلت من خلال الشدائد المقصورة التي كانت ذات يوم ملاذا من الفوضى أصبحت الآن بمثابة شهادة على مرونتهم وقوة الحقيقة الدائمة في العزلة الهادئة في ملجأهما يحدق ديفيد ولورا ميلر في النجوم وقلوبهما مليئة بالعجب والتصميم الهادئ. إنهم يعلمون أن رحلتهم لم تنتهي بعد، وأن الكون يحمل أسرارًا لا حصر لها في انتظار اكتشافها. وبينما يغطون في النوم، يحتضنهم الليل اللطيف، ويشعرون بالارتياح بمعرفة أنهم تجرأوا على تحدي الظلال، وإلقاء الضوء على الحقائق المحجبة التي تكمن وراءهم. النهاية شكرا لضبط البودكاست لدينا. إذا استمتعت باستكشافنا للأشباح والمخلوقات الأسطورية والأساطير الحضرية، فيرجى مشاركتها مع أصدقائك. لا تنسى الاشتراك للمزيد من الحلقات المثيرة. حتى المرة القادمة، مستمعي الحبيب.